الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليق على بعض الضلالات التي ينشر فيها العلمانيون في هذه الأيام في هذه البلاد. وهؤلاء البشر الذين يريدون أن يضلوا خلق الله تبارك وتعالى الأيام دي لقوا راحتهم في البلد دي، ودارين يضللوا المسلمين ويحرفوهم عن الصراط المستقيم. والله تبارك وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والأيام دي قايمين على موضوع المرأة وحقوق المرأة ولبس المرأة وغيرها من المواضيع التي لا يحسنون فيها الكلام. طيب، الناس دي الأيام دي بيتكلموا عن موضوع هو موضوع قديم، موضوع التحرش، إنه الأولاد بيتحرشوا بالبنات، وجابوا لهم قصة بتاعت واحدة في مدرسة إنه الأستاذ اتحرش بها وكده. وطبعا في الإسلام التحرش ما بجوز، ربنا تبارك وتعالى نهى عن مثل هذه الأمور، قال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وربنا عز وجل حرم النظر إلى النساء، خليك من إنه تتحرش بها ولا تسألها ولا تهبشها ولا تتكلم معها كلام فارغ. ربنا تبارك وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والمغزى بتاع الشيوعيين من الموضوع ده، هي الشيوعية أصلا ما فارق معاه، والعلمانية برضو ما يفرق معاه، يتحرش بها فلان ولا علان ما يفرق معاه أصلا. لكن المغزى من الموضوع كالآتي: إنه المرأة تلبس اللبس الفاضح واللبس الكعب العريان، وما في ذول يسألها وما في ذول يتكلم معاه، ده الموضوع بتاعهم أصلا. قال: إحنا المرأة من حقها تلبس اللبس الدايراو وتتكلم بالطريقة الدائرة وتمشي بالطريقة الدائرة في الشارع، وما في زول يسألها، وده ما بجوز، لأنه ربنا تبارك وتعالى وضع ضوابط. المرأة دي ما حرة، والإنسان ما حر في كل تصرفاته. ربنا عز وجل وضع لك حدود وأمرك بأوامر ونهاك عن أمور أنت مفروض كمسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. فأنت عليك أن تسلم بما أمر الله تبارك وتعالى، وعلى المرأة كذلك أن تسلم بما أمرها الله عز وجل. ناشرين لهم منشورات وكلام ده كله في الفيسبوك. قال: أنا إنسانة حرة، من حقي أعمل الحاجة اللي عايزاها، ومن حقك تتمالك نفسك وما تتحرش بي. والناس اللي بتقول علي بلبس فاضح، دي حرية شخصية، من حقي ألبس العايزة وأمارس الجنس بحرية كاملة مع الإنسان الحباو، وإنت ما عليك إلا تحترم نفسك. ودي دعوة صريحة للعهر وللضعارة ولقلة الأدب في البلد دي. يعني أي بيت الليلة تمرك في الشارع باللبس الدائرة، وتلبس بنطلون، تلبس تمرك ساكت بلا ملابس، تمرك اللبس الآن الفاضح شايفينه في الشوارع ده، لكن ما في ذول يسألها. ونحن بنقول ما في ذول يسأل، ما تدعي الله أصلا. أنت كمسلم ربنا عز وجل أمرك أنه تغض بصرك، ما تعاين ذاته، مش تسأله وتتكلم معه. لكن بنتكلم عن البيت ذات دي، ربنا عز وجل أمر قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى أن قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شنو لابس لي بنطلون وما شلي عريانة في الشارع؟ تقول من ما من حقك أبدا. ولو في شريعة في البلد دي مفروض تتجلد ولا تتختلها في أي حتة. الله قال: والله يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. عندك راجل في الشارع؟ عندك راجل في الشارع ولا أبو ولا أخو ولا أحد من محارمك في الشارع بتلبس له لبس ضيق؟ ديل اللي بيجوز لهم تلبس اللبس العادي في البيت بيناتهم، لكن في الشارع ما بيجوز الكلام، وما حرة في الموضوع ده. قال: من حقي اعمل الحاجه اللي عايزاها، وانت من حقك تتمالك نفسك وما تتحرش بي. طيب، بنفس المنطق بتاعك ده، ممكن يجي واحد صعلوك شماسي يقول لك: انا من حقي
اعاين لك ومن حقي اتكلم معاك ومن حقي اعمل حاجات كده ما كويس. بنفس المنطق انت ربنا عز وجل نهاك عن حاجه وركبت راس عملتيها، وداك برضو ربنا عز وجل نهاه عن شيء وركب راس وعمله، ما مفروض تتضايق اصلا اذا اصل الموضوع ده بالطريقه اللي انت بتقولي فيها. قال دي حريه شخصيه، من حقي البس العايزه وامارس الجنس. ومارس الجنس طبعا دي لفظه دارين نخش بقى، الله سماه زنا في القران الكريم، الله قال زنا، ما في حاجه اسمها امارس الجنس. امارس الجنس وجنس الله قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. الله قال ما يقربوا لذاته، ما تقرب للزنا، مش انا من حقي امارس الجنس، ما من حقك، ما من حقك. ربنا عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، والله قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مفروض تتجلد المرأة دي وغيرها والناس اللي وراء اللافين وراء العلمانين. دايرين البنات الآن الواحدة تمارس الفاحشة وتزني وتعيش في الأرض الفساد وما في زول يسألها من باب الحريات. وكأنه البلد دي الكام مؤخر البلد دي والمضيع البلد دي والمغطس حجرة البنات دي. يعني نحن مجرد ما بناتنا الليلة تفكن ومشن في الشارع عريانات كده خلاص البلد حتتطور. هسي عندنا دول بالجنب هنا واحدين ماشيين ساكت كما خلقتني ساكت، يتطوروا ما يتطوروا. تطور ما في انه المرأة تمشي عريانة، التطور في العلم، الناس تمشي تقرأ، تخش المعامل، تخش الجامعات، تجتهد في العلم، ما تقعد تقضي عليها صعلقة ورمتلة وقلة أدب. عندهم برضو كلام تاني قال لو كنت ماشي في الشارع نفس الكلام بدون ملابس، لو كان صوتك واصل الشارع التاني، لو كان عندك علاقات سابقة لا تعد ولا تحصى، ما في شخص يحق له أن يتحرش فيك أو يغتص بك أو يلمسك. الذنب ما ذنبك والغلط ما غلطك. طيب ده غلط منو؟ هي لبست وقلت أدبه وكوركت وعملت العملته، يبقى الغلط ما غلط، يبقى غلط منو يعني؟ فربنا تبارك وتعالى حسم هذا الموضوع أو حسم هذا الموضوع في القرآن الكريم. ربنا عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ودي الناس دارين ينشروا الفاحشة بين المؤمنين بس. والمضايق في البلد دي إنه المجتمع ما زال جزء منه محافظ. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الله قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ربنا تبارك وتعالى قال لهم عذاب في الدنيا، هنا عندهم عذاب. فما تفتكر يا علماني انتوا انه ربنا عز وجل يخليك. ربنا قال فلا تحسبن او فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ربنا ما بخليك. ربنا عز وجل قبلي كان في فرعون، فرعون ده كان ماسك البلد، كان حاكم كافر وكان حاكم. ربنا عز وجل قال الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. ديل افسدوا في العقائد وهسي الان في فساد في العقيده، وانت بتحمي فيه وبتنشر فيه. الصوفيه دعت شرك وكفر والحاد وضلال وبدع باسم الاسلام، وفساد في الاخلاق، تحرش ولبس فاضح وزنا وغيرها من الامور التي تفسد اخلاق الناس. الله قال في الأرض الفساد، الله قال فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. أما تفتكر أنت يا علماني أنك بتحارب شخصيات أو أشخاص معينين، أنت بتحارب ربنا تبارك وتعالى، وربنا عز وجل بياخدك أخذ عزيز مقتدر بإذن الله تبارك وتعالى. ثاني ده الغرض بتاعهم، يعني خلاصة الدعوة بتاعت العلمانيين الليلة خلاصتها انه البنات في البلد دي يمشن عريانات بس، ده المطلوب كله. دايرين انه بناتنا نحن واخواتنا وامهاتنا وغيرهم من النساء في هذه البلاد يمشوا عريانات ويركبن عجلات ويلعبن كوره. انا ما اعرف انت البنت تلعب كوره يعني الفائده شنو يعني؟ لعبه كوره ولا يعني خلاص البلد كده حتتقدم؟ البلد دي واقفه على الكوره؟ قول يا اخي لعبه جمباز ولا لعبه كونفو ولا كاراتيه ولا هنستفيد نحن شنو من هذه من الباطل ومن الضلال بتاعنا. فالوصيه للمسلمين الناس تتمسك بالدين، تتمسك بالدين.
ربنا تبارك وتعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ده كلام واضح من الله تبارك وتعالى إن المرأة تحتجب عشان في صعاليق وشماسة قليلين أدب سفها ما يسألوها. ده الموضوع.